التمثال اليوطي هذا الذي يصدع رؤوسنا به الهوكيون، خصهم يقراوا القليل من القانون. كان تمثال اليوطي واحد كيقول الساحه ديال الحمام، فيك الحمام في الدار البيضاء، اكيد انك نظرتي على فاحتج المغاربه على هذا التمثال وتم نقله الى القنصليه الفرنسيه بالدار البيضاء. وهنا نعرج على الخطاب القانوني. شوف يا اخي، كان هناك مبدا في العلاقات الدوليه او العلاقات الدبلوماسيه ما يسمى مبدا الاكسترا تيريتورياليتي، يعني الامتداد الترابي مثلا في الخارج. فماذا تشكل السفاره او القنصليه اخي اسعد؟ هي تشكل امتدادا ترابيا للدوله المعتمده. بالضبط. لا يحق لاي دوله ان تتدخل الا في حاله وقوع يعني تجاوزات جنائيه او في حاله طلب مساعده من القنصليه. بالضبط. ولذلك تعتبر جزءا من البلد الارضيه، من البلد الذي اعتمدته هذه الدوله. يديروا اليوطي ما يديروش اليوطي، يزرعوا اللي بغاو، هم احرار في تلك السفاره او القنصليه. نعم.